الرحمن الرحيم، اهلا بكل حضراتكم. لاول مره السنه دي تظهر على المواقع مواقع الفيسبوك وغيرها هاشتاجات بعنوان لا للاحتفال بعيد الام، لانه هو ممكن يؤذي نفسيه اي حد، والدته توفاها الله. وبعد بعض الناس فعلت الهاشتاج ده، وشفت اكتر من حد حطه على صفحته. والحقيقه انا قريت ردود بعض الناس وشفت مدى تفاعلهم مع الموضوع ده، ووقفت عند تعليق كاتباه بنوتة، بالرغم انه يعني ظاهره ممكن يكون تعليق ساخر، الا اني شفته رد منطقي جدا، لان هي كتبت طيب يا ريت تلغوا الاحتفال بالافراح والمتجوزين لان انا ما اتجوزتش، ويا ريت تطالبوا بالغاء حفلات السبوع علشان اللي ما خلفوش. وبردها ده هي الحقيقه لخصت حال الدنيا. هي الدنيا كده، ناس عندها حاجه وناس تانية ما عندهاش نفس الحاجه. هل نحرم الأمهات الأحياء من الاحتفال بيهم لمجرد إن في أمهات تانيين توفاهم الله؟ طيب طبعا ربنا يديهم طولة العمر والصحة يا رب، بس ما هو الموت ده مصير كل الأحياء اللي على وجه الأرض وسنة الكون، وكل الناس هتموت. يا ترى هل نحرم الأحياء من تكريمهم مراعاة لشعور أبناء توفت أمهاتهم؟ طيب ما هم قبل ما يتوفاهم الله كان ولادهم برضو بيحتفلوا بيهم، ما هم نالوا قدر من التكريم قبل وفاتهم. فتيجي ناس تقول لا، في أطفال يتامى ما شافوش أمهاتهم فإحنا بنأذيهم كده. طيب وهل المنطق يقولك إن اللي اتحرم من أمه بدل ما عوضه بحنان أم بديلة زي الخالة أو الجدة أو الجارة أو حتى زوجة الأب، أطالب بحرمان باقي الأمهات من اليوم اللي بيتكرموا فيه واليوم اللي بيتقلهم فيه شكرا واليوم اللي بيتهادوا فيه وهم طول السنة مطحونين وحارمين نفسهم من الراحة والنومة، شايلين الهم وتعبانين في خدمة عيالهم، ويوم ما يتعمل لهم يوم يحسوا فيه بمردود التعب ده، وإن تعبهم وتربيتهم ما راحتش هدر، وإن ولادهم مقدرين كل ده وعاملين حسابهم في هدية حلوة لست الحبايب، يجي اللي يقول لا قفلوا على اليوم ده عشان اللي أمه مش موجودة ما يتضايقش؟ طيب اللي أمه مش موجودة بيدعي لها وبيفتكرها. وقريت رد من واحدة والدتها متوفية، قالت أنا حزينة على عدم وجود أمي طول السنة، واليوم ده بحن لها وبدعي لها وبزود جرعة الدعاء وبطلع لها صدقة على روحها. الحقيقة إنه تخصيص يوم للاحتفال بالأمهات تقدير تستحقه كل الأمهات، ما تحرمهمش من الزيارة والهدية والورد والمفاجآت. والنهاردة إحنا عاوزين نتكلم عن أهمية الهدية، ومحتاجاكم تحكولي عن أهمية اليوم ده في حياتكم. هل بيفرق معاكم؟ هل الهدايا بتفرق معاكم؟ مروة الصعيدي أهلا بيك يا مروة، وكنت عايزة أسألك، انت حكيتي لي موقف لطيف كده عن مامتك، احكيه لي كده. بصوا انا اولا مامتي برضو توفاها الله من 5 سنين، وكانت توفت فجاه نتيجه خطا طبي. ومش معنى ان الناس بتحتفل بعيد الام، يعني هم لما هيلغوا عيد الام مش هيلغوا معاه احساس اللي فقد امه، يعني سواء عيد الام موجود او مش موجود كده كده يا جماعه احنا بنبقى حاسين بامهاتنا دايما. فمش معنى ان انا الغي عيد الام ان انا كده خلاص مش هزعل، ما انا كده كده زعلان. طب حتى لو لغيت عيد الام امي هترجع؟ مش هترجع. طب احرم الناس الباقيه ليه؟ فاهمه قصدي؟ الموقف اللي انا حكيته لك انه احنا صغيرين جدا كنا بنحوش من مصروفنا ونجيب هديه. بس لما كبرنا شويه ماما نجيب لك ايه، مش عايزه حاجه، عايزاكم مبسوطين على طول، عايزاكم فرحانين، عايزاكم ناجحين. لما كبرنا اكتر شويه بقى خلاص ماما عايزانا فرحانين ومبسوطين وانا واخواتي بنقضي معاها اليوم. وفجاه كان ليها رد فعل غريب شويه، كان رد اول مره اسمعه. هي كانت متوقعه بقى كبرنا خلاص كل واحده في بيتها وبقينا امهات، فلازم بقى نراعي ان احنا نجيب لها حاجه. فجاه كده انا عايز اسالكم سؤال، ايه يا ماما؟ هو انتوا اتفاجئتوا ان النهارده عيد الام؟ اللي هو ازاي يعني يا ماما؟ قال يعني انتوا مش عارفين ان 21 مارس ده عيد الام من السنه اللي فاتت؟ ما حوشتوش ليه طول السنه؟ ما افتكرتوش ليه طول السنه؟ ليه محسسني ان انتوا صحيتوا الصبح لقيتوا عيد الام جه فجاه؟ شوف هي قالت لكم كده مع انها طول السنه بتقول لكم طول السنه الكلمه اللي كل امها بتقولها، انا مش عايزه غير راحتكم. لكن هي فعلا اكتشفت كمان لما انا ولادي كانوا بيبيهات وكبروا، انا النيه هتعملوا معايا ايه في اليوم ده؟ يعني انا بعمل معاكم طول السنه. حتى لو انا قلت لهم يا دعاء انا ده انا عايزاكم مبسوطين وعايزاكم ناجحين. صحيح. وفعلا لما تيجي تفكري يا دعاء انت محتاجه، الحمد لله مش ناقصني حاجه، لكن بيفرق معايا قوي لو البنات دخلوا عليا في اليوم ده باي حاجه حتى لو ب3 جنيه ورد. لو جم قالوا لي ماما انت مثلا بتيجي تكافئينا تخرجينا تجيب لنا شوكولاته، فعلا النهارده احنا هنخرجك عشان النهارده يومك. لا بتفرق مع الامهات جدا طبعا، اللي طول السنه
دايرة الحياة أو سقية الحياة واخداهم باستمرار. انت عارفة أنا قلت لبنتي امبارح، قلت لها أنا مش محتاجة حاجة على فكرة، يعني لا عايزة بالظبط الهدية المادية أنا مش محتاجاها، بس أنا محتاجة اهتمامكم، محتاجة الهدية المعنوية. أيوة محتاجة أحس انكم مهتمين بانكم تسعدوني في اليوم ده. اليوم ده وهو ده الاحساس اللي هيسعدني، ان انا احس ان ولادي بيفكروا وبيعملوا. يعني الفكره مش الهديه الماديه في حد ذاتها، الفكره في ادخال السرور على قلبي، ان ولادي حريصين ان هم يدخلوا السرور على قلبي في يوم يعني الدوله اختارته انه ده يبقى يوم الام، تكريم للام. هو اصلا يوم عالمي كمان، مش الدوله بتاعتنا بس، كيف احنا صغيرين بس مش 21، يعني اليوم العالمي في ايام تانية. 21 اختاروا مصطفى امين وعلي امين، هم اختاروه. بالظبط. انت عارفه واحنا صغيرين خالص ما كناش بنعرف ننزل نشتري هديه. صحيح. انا فاكره في الثمانينات، عارفه كنا بنعمل ايه دعاء؟ كنا ننظف اوضتنا ونرتب دولابنا ونعمل لماما كوباية شاي بلبن، ونعمل لها تاج بالورق المقوى اللي هو بتاع زمان. يعني كنا بنعمل اي حاجه. الله. محسسه انه يا جماعه أطفال. الاطفال يرتبوا اوضتهم، دي هديه ماما هتطير بيها كده من الفرحه. ده كان زمان في الثمانينات. النهارده ما اعتقدش ان الجيل بتاعنا فاكر او رافع عينه على الشاشات عشان يفتكر النهارده عيد الام، او لما بيفتكروه بقى صغيرين بيعرفوا طبعا من المدرسه من المدرسه انه في حفله في المدرسه، في بروفات عشان حفله عيد الام. بس الكبار شويه يعني بقيت احس انه بالنسبه لهم اليوم عادي. ما احنا على طول معاكي يا ماما، ما احنا على طول. لا والله كلامك. بشوف انه في يعني اولا بدخل محلات الترط الاقي الترط خلصانه. يعني انا بلاقي كده، بلاقي مظاهر احتفاليه لطيفه جدا. وبالمناسبه حد كان اتكلم على انه احنا ما عندناش غير عيدين بس. هو مش عيد ديني يا جماعه، يعني ما فيش حد طلع قال لك احنا هنضيفه لعيد الاضحى وعيد الفطر، ما حدش قال كده. انما هو يوم لادخال السرور على قلب الامهات. بصي، هو بمناسبه الهاشتاج ده فعلا في ناس اثبتت انه ملوش لازمه العيد، لان كل بدعه ضلاله وكل ضلاله ده ملوش علاقه، احنا مش بنضيف عيد ديني. احنا كمصريين بنحب نفرح كتير. ده طبعنا كده، مخلوقين بيه كده جوانا. عندنا عيد شم النسيم، وعندنا عيد الام، وعندنا اعياد كتيره جدا، واحتفالاتنا بسيطه. احنا ناس بتحب تنبسط وتتجمع وتاكل. ايوه صحيح. فعشان كده في عيد الام حتى تلاقي الترط بتخلص. لما في عزومه في بيت ماما، عزومه في بيت حماتي، هو يوم بنتلم فيه عشان نقدر الست اللي احنا طول السنه مشغولين عنها. صحيح. ده للكبار بقى اللي قدنا يا دعاء، اللي مشغولين مع بيتهم واولادهم وحياتهم. اللي عنده ام ومش عارف قيمتها دلوقتي عشان التعود على النعم، هو مش حاسس بقيمه الحاجه اللي عنده. هو مش حاسس بقيمه الحاجه اللي عنده، يحس بيها لما يشوف الناس اللي حواليه بقى اللي فقدت امهاتهم. طيب كان في حد بيتكلم انه الهدايا بتاعت عيد الام ليه بتجيبي هديه مش عارفه طاسه حله معرفش ايه، انت لازم تجيبي لها حاجه خاصه بيها هي كست، يعني كبارفام مش عارفه ايه. والحقيقه انا شايفه انه حتى الطاسه والحله بصراحه بيبسطوا يعني جدا جدا والله. يعني انا عن نفسي اتبسط جدا بطقم حلل او بصواني او بكوبايات حتى والله، يعني ما عنديش مشكله. السيراميك الجديد الغالي قوي ده يا ريت. يعني مش مشكله انه غالي او مش غالي، الفكره في انه حد يدخل عليا بحاجه ممكن ابقى محتاجاها يعني. بالظبط. والمطبخ ده مملكتها، فهو المطبخ ده برضو يخصها، فاي حاجه هتدخل لها. في ستات ممكن تقول لك لا انا عايزه حاجه بتاعت ليا، ذهب مش عارفه ايه كده. كل واحد بقى في الوقت ده بيبقى عارف مامته بيقولها ايه وطبعها ايه وايه اكتر حاجه بتفرحها. صحيح. يعني في امهات، يعني ولادي هيبقوا عارفين ان انا ممكن افرح قوي بحاجه المطبخ. ممكن افرح قوي بحاجه تساعدني على الكتابه، او كتاب جديد كان ناقصني فهم عارفين ان انا بدور عليه. كل واحد عارف مامته. صحيح. بتحب ايه حتى لو ده مش ناقصها. صحيح. انت فاهمه قصدي يا دعاء؟ يعني حتى لو انت مطبخك كامل بس انت بتحبي المطبخ، مكتبتك كامله بس انا بحب الكتب. تمام. فكل واحد بقى عارف مامته بتحب ايه. لو ماما بتحب الاكل، بتحب الحلويات، ادخل حتى عليها بوكي ورد، ازورها. اكلمها في التليفون، ازورها. ده في حد ذاته تقدير، ان انا فضيت نفسي مخصوص اليوم ده عشان اقعد مع ماما، فضيت نفسي مخصوص اليوم ده عشان. طيب الامهات وعشان دايما انا بقول كده، في امهات دلوقتي زعلانين من عيالهم. وفي امهات قافشين، وفي حد كان بيحكي لنا انه
يعني زعلان من مامته وراح لها كذا مره وهي مخصماه وهي كذا. هو يعني هل عيد الام ده ممكن تبقى يعني بدايه لان هي تفك عنه؟ هتبقى مستنياه جدا علشان هي ماليها اخوات وليها جيران وليها معارف وعارفه ان اليوم ده كل ام بتبقى قاعده مع اولادها او اولادها جايين يحتفلوا بيها. هي تبقى مستنياه، لو راح لها هيلاقيها معصلجه شويه بس مش هتفضل قافله الباب خصوصا في اليوم ده. بس هي تحس انه بيلح، انه فعلا عايز يرضيها. ده انا مش جاي النهارده بس عشان عيد الام، ده انا جاي كمان عشان ارضيكي. طيب يعني برضو والابن العاق اللي ممكن يكون مضايق امه طول السنه، هل في ناس تقول لك ايه وهو لو عاق يعني هيفرق معاه يوم؟ انت شايفه انه تخصيص يوم والولد العاق اللي مطلع عين امه ده، شايف ان الناس كلها بتجري عشان تهادي امهاتهم، مش اليوم ده ممكن يحسسه شويه بالذنب؟ ان امك بص يعني افتكر يا اخي ان ليك ام انت كان المفروض تعمل معاها وتعمل معاها. هتصدقيني لو قلت لك ان في ناس ما بيفرقش معاهم؟ للاسف طبعا. انا اعرف شخص امه كانت بتعيط بالدموع، ده من قرايبنا، امه كانت بتعيط بالدموع وراحت له، هي اللي راحت له لحد عنده. هي اللي راحت له لحد عنده وفضلت تخبط عليه عشان كان نفسها تشوفه وما رضيش يفتح لها. وبعدها بثلاث شهور مامته توفت فجأة. شفناه في العزاء، تخيلنا ان البني ادم ده خلاص هيتغير 180 درجة. كرر نفس التجربة مع ابوه لحد ما برضو ابوه توفى. في ناس الحاجات دي بتأثرش فيها خالص. بس هو هي بس الطبيعي ان ابنك هو لحم ودمه منك. فلازم هيجي عليه وقت هيحن او هيحس على دمه او يحس بتأنيب ضمير. لو حتى تخيل للحظة ان الست دي الصبح ممكن ما تبقاش موجودة. انت عارفة كان امبارح جالنا سؤال فبسأل فضيلة الشيخ انه في واحدة بتقول اصل ربنا ما عاقبني في الدنيا، فقال لي حاجتين هم اللي عاقبهم في الدنيا، ربنا ما بيعاقبش يعني في الدنيا. حاجة منهم بر الوالدين، انت طبعًا. لو عاقيت اهلك طبعًا. العقاب هيبقى في الدنيا، فالابن اللي انت بتقولي عليه ده هيجي في يوم وعياله هيعملوا فيه نفس اللي هو عمله. ده بيترد فورا. ده بيترد قبل الاخره، وبيترد في حالات نفسيه وفي مواقف حياتيه وبكل الاشكال اللي تخيليها. ده ممكن ما يبقاش عارف سبب ان ما عندوش، ممكن يبقى عنده فلوس كتير ومش مبسوط، ما عندوش بركه. صحيح، ما هي ما البركة, بركه طبعا بتنزع من عدم رضا الام والاب عن الولاد. بصي الامهات لما بتتوفى ممكن تتقطع. ماتت التي كنا نكرمك من اجلها. من اجلها تمام. مش قادره تشوفيها، مش قادره تحضنيها، مش قادره تتكلمي معاها، لكن بتفضل دعوتها ليكي مستمره لحد لما انت تلحقي بيها في الجنه. طيب اخد نور. يا نور السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كل سنه وحياتك طيبه. وانت طيبه يا نور. وانت طيبه. اولا بالهاشتاج اللي حياتك قلتيه، لا انا مش موافقه عليه طبعا، لان الام دي حاجه جميله جدا حتى لما تتوفى، فانا بصل رحمها في اي حد بتحبه. ام زوجي طبعا على عيني وعلى راسي، وتبقى هي امي الثانيه، ببعت لها برضو هدايا لغايه ما توفاها الله. فهي الحكايه مش ام بس، هي حكايه صله رحم لاي حد حتى لو جاره عندك كبيره في السن. فدي حاجه جميله ان انت يعني تديها تاخدي انت منها الامومه وتديها البنوه. انا مش عايزه اقول لحياتك ان انا في مره بتصل بالتليفون أم زوجي، لقيتها واحدة ردت عليا واحدة تانية خالص النمرة غلط، والله وده كان يوم عيد الأم. ولقيتها حياتك أنا آسفة يا فندم نمرة غلط، أنا آسفة بس كل سنة وحياتك طيبة. لقيتها بتبكي وتقولي أنت الوحيدة اللي افتكرتي، أنا ولادي ما افتكروش يقولوا لي كل سنة وأنت طيبة. يا ساتر يا رب. فكانت يعني حاجة أنا بالنسبة لي والله والله أسعدتني كأنها أمي بالظبط. يعني شوفي ربنا أما خليكي متصلة برقم غلط. يسر لك ان انت تدخلي السعاده على حد انت مش هتعرفيه ومش هتشوفيه تاني، بس هو ان الواحد انت تحرمني من فرحه ناس تانيه او تدخلي عليها فرحه. فدي حاجه جميله جدا، العيد حلو والفرحه حلوه. جميله يا نور. وهي مش هتتوقف على وجود امي او وجود حماتي، اي وجود اي بني ادم عايز تتدخلي عليه فرحه. شكرا جزيلا يا نور مداخلتك الجميله. اخيرا مروه الصعيدي، عايزاكي توجهي رساله لكل الرساله اللي هي قالتها دي حلوه قوي طبعا، انه لو واحده مش مخلفه، لو واحده ست ولادها مسافرين،
انت مش العيد الام مش انه مامتك بس، يعني ممكن نعمل لسته كده لناس احنا لازم نكلمهم. انا هقول لك على حاجه بسيطه جدا، انا والدتي متوفيه وانا عايزه اعمل زي اللي حواليا. اولا طبعا اخواتي بيستهبلوا وفاهمين ان انا مامتهم، وانا بقول لهم على الهوا انا مش مامتهم. بس انا بقى بعمل ايه؟ بكلم جارتي اخبط عليها، ست كبيره، بكلم صاحبات ماما الله يرحمها لان انا ماليش خالات، بعيد عليهم. الله. لو ليا مرات عم بحبها بعيد عليها. الله. في امهات كتير حواليا، صحيح، بحس في الوقت ده ان هي ان هم امي وبكلمهم اشبع رغبتي زي اللي حواليا. بعمل هديه لامي في اليوم ده اطعام او صدقه جاريه او قران. الله. يروح لها لحد عندها. جميل. احساسنا بالامومه مش متوقف على امي انا بس، صحيح، والست اللي ما خلفتش هي عندها اولاد اختها، ولاد اخوها، ولاد جيرانها، لو هي مدرسه في مدرسه فكل دول ولادها. جميل. كل ست بالفطره هي ام. مروه الصعيدي انا بشكرك شكرا جزيلا، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه حبيبتي. كل سنه وكل امهاتنا طيبين. بنبتدي نستعد من دلوقتي لغايه يوم الام اللي هنفرحهم فيه. احنا هنطلع فاصل وانا موجوده بعد الفاصل على الهواء مباشره، مستنيه. اهلا بكم مشاهدينا مره ثانيه. سنه الكون في الارض انه يبقى في ناس محتاجه وناس ميسوره الحال، ناس فقيره وناس اغنيه، ناس محرومه من شيء وناس عندها وفره من الفلوس ومن الامكانيات. انما عشان الكون يتظبط ربنا حط مسؤوليه على الناس اللي معاها فلوس دي، ويعني حط لها ضوابط انه فلوسها دي مش ليها، هو بيرزقها علشان تدي للناس المحتاجه. وفي ظل يعني الدنيا ما هي واسعه، وفي ظل ما مصر كبيره جدا واحنا وصلنا ل 100 مليون، مش كل الناس يقدروا يوصلوا يعني للي مستحق فعلا، انه مستحق الزكاه او مستحق الصدقات. في ناس بقى في النص كده بتقوم بدور الوسيط، هم اللي بيقدروا ياخدوا الفلوس من الغني ويوصلوها للفقير، وتبقى انت مطمن ان هو سائل عنه ومتحري الدقه جدا. من الناس دي انا بيشرفني الشيخ عماد عوض، رئيس مجلس اداره جمعيه البر والتقوى. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك استاذ، اهلا بالساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. حضرتك بتقول لي انه جمعيه البر والتقوى دي يعني بتشتغل على طول كده في مساعده الفقراء والمحتاجين. انتوا عندكم كام فرع للجمعيه، والجمعيه بدات منين؟ مقرها الرئيسي. المقر الرئيسي للجمعيه دمياط. تمام. بدأت في قرية اسمها قرية البصرطة، وانتشرت ل 18 مكتب مزاولة نشاط على مستوى الجمهورية. 18. من العريش حتى أسوان. بفضل الله عز وجل الجمعية بتشتغل بالدين، بنشتغل لما يبقى يجي فلوس. ملناش أرصدة. الحمد لله أرصدتنا كلها في الأرض، في بيوت، في مساجد، في مستشفيات، في حالات، كلام من ده. ما عندناش رفاهية ان احنا يبقى عندنا رصيد مليار وكلام اللي بنسمعه دول. مفيش خالص، يعني ممكن النهاردة رصيد الجمعية 10,000 جنيه. في الاخر السنة تلاقي 55 مليون مصروفين. ازاي ربنا بيبعت؟ لان احنا بنبدأ نشتغل فورا، بنهد البيت ومفيش معانا له جنيه، وعلى ما بنخلص البيت ربنا بيبعت. بيت ايه بقى؟ احكي لي كده بتعملوا ايه؟ احنا بنرصد الحالات في القرى الاكثر فقرا. وبالتحديد في صعيد مصر وفي سيناء الحبيبي. اللي هي خط الدفاع الاول لمصر كلها. تمام. بنبحث احنا عن الحالات، في ناس بيبعتوا لنا بيراسلونا، بنبحث حالاتهم ونشوف. الى جانب مندبنا المنتشرين على مستوى الجمهوريه. بيبحثوا عن القرى اللي فيها بيوت حتى اليوم بدون حمامات. في بيوت كتير لا زالت بدون اسقف. او سقف من البوص. لا بينفع لا في برد ولا في حر. في ناس لغايه النهارده نايمه على الارض، ساكنه في بيوت من طين. عايشه في نسبه خطوره عاليه جدا. احنا بنبحث عن الناس ديت، بنصور وبنعرض على المحسنين، بيقولنا اشتغلوا احنا هنساعدكم. في بقى اللي بيدفع 1000 جنيه 2000 جنيه، في بيشيل البيت كامل لوحده. اللي بيشيل البيت كامل لوحده بنعرض عليه الحاله في موقعها في مكانها، وهو بيزورها بنفسه. دي صور لبعض القرى. دي نماذج للاسقف. شوف حضرتك، ده دي عشش، ده مش بيت، ده عشش. هي بيوت فيها بني ادمين. يعني هو واخد حته ارض وعامل كده ايه، حيطان بالعشش.
فانتوا بتبنوا بقى بيت بيت يعني. بنهد ونبدا احيانا في بيوت يعني، ديت اسره في بني السويف البيت دوت بالتحديد في مركز الفشل دوت عم شحاته عنده ولدين معاقين نفسيا. كان بينام على الطرق، واحد من المحسنين اتبرع له بقطعه ارض اشفاقا عليه وعمل البيت الظريف ده. وبينام على الارض كده هو واسرته، عنده اطفال صغيرين وهو وزوجته، وعامل مشمع كده كسقف، مفيش حاجه خالص ولا بس طبعا ولا ده تلج وحر وكل حاجه، مفيش حاجه ولا باب ولا شباك. كل امنيه حياته يشوف اوضتين بصاله بمطبخ بحمام، امنيه حياته قبل ما يموت يعني. تمام، ده نماذج كتيره معانا منها على مستوى الجمهوريه. الدولة بتبني وحدات سكنية مئات الألوف بصراحة، عاملة شغل كبير جدا، بس دي بتبقى حالات نادرة في أماكن مش هيروح يسكنوا في شقق الحكومة. تمام؟ فبنبني لهم في الأرض، لأن صارت الأرض دي بعد تبرع المحسن له ملكه. فبنبني له عليه. فاحنا ناس من المحسنين بنيت كام وحدة بقى يا شيخ؟ لغاية النهاردة 3800 بيت. ما شاء الله، على مستوى الجمهورية بنيت 3800 بيت بفضل الله عز وجل. حضرتك مصورهم برضو؟ كل الصور موجودة، وهنعرض على حضرتك دلوقتي أكيد رشيزات خاصة ببعض البيوت اللي تمت وخلصت يعني. طيب يعني 3800 بيت على مستوى الجمهورية، على مستوى الجمهورية لناس برضو كانوا زي الشيخ أشد كمان، ناس أشد كتير يعني. أحيانا في بيوت بنيجي نهدها يا أستاذة دعاء بيقع أربع بيوت حواليه أو ثلاثة حواليه، يعني تهدوا بيت البيوت اللي حواليك، يجيب اللي هو النخله يقطعها اتنين وتبقى سقف لثلاث اربع بيوت. فتيجي تشيليها يقع معاك البيت كله. فبتعملوا بقيه البيوت؟ بنشتغل معاهم، لان هم بيبقوا كلهم اشد من بعض. انا نزلت منطقه في اسوان فيها 50 بيت جنب بعض. شغالين على بعض كده. شغالين فيها حاليا، بس طبعا لقله التبرعات، ولان الناس فاهمه ان انا لما اتبرع فلوسي بتنقص. لا، فاهمه كده للاسف. ما نقص يعني مال من صدقه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما نقص. طيب احنا معانا نموذج تاني صدقة. برضو البيت تاني ولا ده ايه؟ ده دي كاميراتكو يا شيخ عماد، دي كاميراتكو انتوا بتنزلوا بكاميراتكو تصوروا؟ معانا كاميرات عاديه خالص، موبايلات وكده، وبتصوروا بيوت الناس. طبعا ده تصوير بيبقى ما فيش عندهم اصلا كهرباء، فما نقدرش، احنا بنصور على الطبيعه. ما بنحبش بقى نجيب بقى كشافات ونظام الاخراج اللي بيحتاجه. لا انتوا يعني هي الطبيعه. تمام، ادي طبيعه الناس. دي مين بقى ولا ده ايه؟ تمام، ديت الحاجه حنان. تمام، الحاجة حنان عندها ولد وثلاث بنات. دي من الأقصر، دي نايمة على قفاص يا حبيبتي. تمام. الحاجة حنان للأسف الشديد ابنها لما وقع اتكسر من رمضان قبل اللي فات، اتجبس غلط، فأصبح هو معاق وقاعد، ما عادش لها أي مصدر دخل نهائي لها غير معاش حوالي 300 جنيه. هي أرملة ساكنة في البيت ده، نايمة على قفاص يا حبيبتي. خطر. وبعدين حضرتك يعني هي بتقسم ان هي شافت حية كذا مرة في البيت، وبيخرجوا برا على ما تخرج تعبان. ما هو حضرتك للاسف اي حاجة بتعدي فران، اي حاجة. طبعا انا زرت الاماكن دي كتير بنفسي وبشوفها على الطبيعة. من التراب مع الحر مع التراب، كل الناس عندها حساسية في حساسية صدر. طبعا. تمام، ليه؟ التراب مع الحر بيبقى انت بتبقي مستنشقاه وانت واقفه كده يعني اقل نسبه الامان والادميه مش موجوده. الحمام نفسه بيبقى ورا البيت كده. طبعا تخيلي بقى راجل واحده ست زي دي ازاي تخرج بره في الشارع يعني. احنا هدينا البيت ده على فكره وشغالين فيه. وان شاء الله باذن الله يعني في اخ اسمه محمد من طنطا اتبرع بالبيت، شغالين فيه وهو الوقت في طور المحاره. اللي بيتبرع بقى يعني هو بيبقى عارف يعني، انتوا بتوروا له الحاله وهو بيتبرع عليه زي كده يعني. احنا عندنا حنان وعندنا كذا وعندنا شحاته وعندنا كذا، فهو يختار الحاجه اللي عايز يعملها. تمام، في ناس بتقول لك انا هشارك. اللي بيشارك ده هو عنده فكره لكن ما بيحددش المكان. تمام، اللي بيبعت مبلغ صغير ما يعملش حاجه. بنجمع مثلا 10 15 واحد مع بعض ونشتغل على المكان واحد. لكن اللي بيختار مكان واحد، بيت واحد مثلا او مستشفى او مسجد، بيبقى باعت له صورته وعارف عنوانه وبيروح يزوره، او بكل شويه الناس بترسله كده بيطمن او بيبعت حد من جهته يعني. تمام تمام. طب احنا عايزين نتفرج على البيوت بقى اللي انتوا
اللي هي خلصت خالص. ممكن يعرضوا دلوقتي رشيزات لها. ادي نماذج كان لنا لون مميز جدا. يعني احنا من فترة افتتحنا 114 بيت في أسوان. بسم الله ما شاء الله. في حضور المسؤولين. في بيوت بنعملها خرسانات. وفي بيوت بنعملها سقف، يعني شوف الفرش ده من دمياط. تمام. وفي بيوت ده رئيس مجلس المدينة نائب عن المحافظ. أيوه. وكيل وزارة الأوقاف كان حاضر، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي. كان احتفالية كبيرة جدا يومها سلمنا. ده كان 114 بيت جنب بعض في منطقة واحدة؟ لا مش جنب بعض. تمام. هي المبادرة اسمها احنا معاك عشان مصر. تمام. بننزل سبحان الله، يعني بقول لك في بيوت بقى بنضطر نعملها خرسانات لان بقى فيها أسر كتير. لا انت قلت لي بيوت خرسانات وبيوت ايه؟ وفي بيوت بنعمل السقف بتاعها من الخشب فوق ورق خرسانية، ممكن يبنوا دور فوقه كمان. يعني ايه الفرق يعني؟ انا التكلفة عالية، تكلفة الخرسانات بتبقى عالية. لكن الخشب مع يعني مثلا لما نعمل سقف خشب مع رقة خرسانية فوق تحميه من المطر ومن الحر. دي تتكلف حوالي مثلا 13000 جنيه 15000. البيت التاني بقى يتكلف كام؟ ده السقف فقط. اما البيت كله بالسقف كله بيتكلف حوالي 70000 جنيه. تمام. بيت بقى احكي لي كده البيت شكله ايه؟ بنهد البيت خالص. تمام. بيت يعني حتى يعرضوا لنا نموذج للبيت. تمام. للبيت بيت قدامنا كده وهنشرح لك عليه. بنهد خالص. بنعمل اساسات. بنعمل ترنش. بيت مساحته قد ايه؟ بيت مساحته مثلا بيبدا من 70 ل 100 متر. حلو قوي ده. كبير. لا ده بيت ممتاز قدام بصاله بحمام. واحيانا بيبقى يعني ياخد عيله. لا لا عيله ويكرمها. بص حضرتك ويعفها، يبقى عندهم بنات صبيان يعرفوا. في حمام محترم جدا بدش بكله. بيبقى فيه مطبخ. تمام. وبنجيب لهم ادوات. وبتفرشوه بقى؟ بنفرشه من دمياط، سراير ومراتب. الله. ودولاب. وكلام ده. اظن اهل الخير بقى بتوع دمياط. لا هم خيرين جدا ما شاء الله، بيتعاونوا معانا يعني. بس ممكن تعبوا يدوك بصراحه. السراير وممكن يدوك الخشب وممكن يدوك. بيعملوا معانا كده. بس تعبوا لان احنا 3800 بيت هم فرشوهم ما شاء يعني الله. منهم 57 بيت في محافظه الوادي الجديد في برنامج سطره مع الوزاره. احنا فرشين 57 بيت. تمام. ما شاء الله ما شاء الله. احنا مستعد لفرش 100 بيت دلوقتي. منهم 30 في سينا في حته اسمها وادي الحاج في تبع الحسنه شمال سينا. عارف اماكن نائيه جدا. بص مش اي حد يقدر يوصل لها. صعب خالص. صعب انك تروحي اصلا. طب انت عارف حضرتك احنا رحنا اماكن في سينا في قريه اسمها اقريه تبع الحسنه. اقرب مسجد ليها على بعد، شوفوا منظر البيت واحنا شغالين. اتعمل حتى بماده السيفيتو من بره حاجه. بصي الاهالي بيبقوا مش مصدقين. يعني يا ريت يا محمود تعرض لنا كده حزينه. حزينه دي قصه صرخه في وجه كل انسان شريف لازم يتحرك، لان من حزينه كتير. ايه حزينه دي؟ ارمله من الارامل. حتى اسمها غلب. هي غيرت اسمها فور ما 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 يعني هي اسمها حزينه. اسمها حزينه. هي حزينه. حزينه دي ما اتجوزت وما خلفتش. فاخدت بنت اختها تربيها عندها، ربتها وكبرتها لغايه ما اتجوزت خلفت. وهي جايه تزورها كانها امها. بتشغل غساله قديمه خالص، الكهرباء ماتت. يا حول الله يا رب. وسابت لها اللي هي الحفيده يعني. احنا جالنا الخبر بعد وفاة البنت دي. رحنا شفنا البيت، بصراحة كله سلوك وحاجات صعبة قاتلة يعني. فهدنا البيت وبنناه وشطبناه. ويومها انا رحت استلمت البيت فبقول لها انت اسمك ايه يا حزينة؟ قالت لا حزينة دي كانت، انا الوقت اسمي فرحان. يا حبيبتي. تمام. يا حبيبتي. الناس هناك بسيطة جدا، قنوعة جدا. عايزة الستر دايما حمد ربنا وشكرها. طبعا دي الميزة اللي بتخلينا متواجدين هناك دايما. انا احب ازور. طيب احنا معاك دي المبادره دي بيوت بس ولا بتعمل حاجات تانية؟ لا لا بيوت، عمليات جراحيه. بنين مستشفيات لنا 2 مستشفى في محافظه قنا، في قرى ما فيهاش اصلا وحدات صحيه خالص. في يعني تبنوا 2 مستشفى اللي هي عباره عن ايه؟ يعني شامله ايه المستشفى؟ احنا لنا مباني بس ولا بالاجهزه؟ احنا لنا 96 مجمع اسلامي على مستوى الجمهوريه. ايوه. بدانا نستغل المساجد، بنبني فوقها مستشفيات. طب جميل. وبنبني فوقها مدارس محو اميه وكده يعني. جميل. وتحفيظ قران، مكاتب حلوة تحفيظ قران. حلوه قوي. يعني مش ما يبقاش مسجد بس. لا لا لا، يعني تعمل فيه مستوصف وتعمل. حلو قوي. في مسجد عاملين تحته قاعه افراح للنساء فقط اسلاميه. وعاملين سوبر ماركت. وفي مسجد عاملين فوق مستشفى. سوبر ماركت لحد محتاج يعني؟ احنا بنبيع باسعار يعني اقل من سعر الجمله.
والريع كله لصالح الفقراء والمساكين. طب جميل. ديت الفكره. بنعمل منه شنط رمضان بالكامل هتوزع على مستوى الجمهوريه. البضاعه يعني بتجيبوها ازاي ولا احنا بنشتري؟ بتشتروها باسعار اقل من سعر الجمله منين؟ يعني بص احنا شحاتين محترفين. يعني اجي اشتري من حضرتك مثلا كيلو السكر مثلا ب 10 جنيه تقول له انا طيب ماشي انت انا هدي لك 10 جنيه ثلاثه ايصال تبرع و7 جنيه فلوس. ما عادش عارف يتكلم انت يا باشا. هتاخد 3 جنيه في يوم القيامه هم دول اللي هيباركوا لك في مالك وكده. وبصراحه الناس بتبقى فرحانه معانا يعني. في ناس بتقول لك لا انا هاخد فلوس مش عارف مش هتبرع انا حر. في شكليات كده يعني. يعني ايه يعني ايه هاخد فلوس مش هتبرع؟ يقول لك لا انا مش هتبرع. تمام خلاص. انا هاخد فلوس خلاص مش هنشتري منك. تمام بس افتكر ان احنا ربنا بعتنا ليك وانت رفضت. دي رساله. انا عايز اقول حاجه للساده المشاهدين. ممكن يكون الجمعيه اللي بتجي لك ديت او اللي بطلب الاحسان بس بشكل معتمد ممكن يكون هو الملك اللي جه للابرص والاقرع والاصلع. معايا؟ ما انتش عارف هو مين وليه ربنا بعته لك انت بالذات. ما احنا 100 مليون هل احنا بنلف على ال 100 مليون؟ دي حزينه ولا دي مين؟ لا ديت اخت من الاقصر عندها بنت معاقه ارمله برضو. و ده ايه ده السقف اللي هي عاملاه؟ ده سقف هي عاملاه بس مش عامله رأى خرسانيه فالمطر والحر اكلوه طبعا فبيناموا على الارض بالشكل ده وطبعا مش مستورين خالص. لها بنت اتجوزت ساكن معاهم في نفس الاوضه. يعني بنتها باولادها بجوزها بهي ببنتها الثانيه المعاقه في نفس البيت ده هم بيحلموا باوضه. تمام اوضه تقويهم بحمام حتى البيبان. المشكله ان هم بروح عند الجيران بقى لدوره الميه يدخلوا الحمام عند الجيران. طبعا دي كارثه اكيد المشاهدين بيقولوا ازاي. انا بقول لكم تعالوا معانا لفوا معانا وشوفوا بنفسكم. احنا نزلنا قريه في محافظه قنا يعني ده احنا طبعا بنخاطب ناس بتتابعنا وبتتفرج علينا ممكن يبقوا متضايقين انه عندهم في شقتهم حمام واحد وانه يعني هي يعني حمام في الشقه مضايقها انه يعني ممكن الاخ يدخل وما فاقصد انه في ناس ما عندهاش حمامات خالص وبتروح عند الجيران وانه مثلا حد يعني فكره انه حد يتزنق بالليل وهو نايم وما يعرفش يدخل عند جاره لانه نايم حاجة قاسية يعني فكرة قاسية جدا. هي المشكلة في حاجة أنا عايز أقول للسادة المشاهدين كلنا بنحتفل بعيد الأم دلوقتي. أيوه. وكلنا بنحب أمهاتنا بس عايز أهمس في أذنك يا ترى احتفالك بأمك الهدية اللي حضرتك جايبها لها ديت تتناسب مع الضغط والسكر واللي أنت جبته لها طول فترة تربيتها لك؟ لا طبعا. ليه ما تعمل لها الصدقة جارية؟ سقف في بيت. كل ما الناس هيبصوا كده هيدعوا لامك ويدعوا لك. هي دي الصدقه الجاريه اللي بيستظل بظلها الانسان يوم القيامه. صحيح. اللي بسببها ربنا عز وجل بيقي مصارع السوء. اللي بسببها ربنا بيطفي والله ربنا يكرمك. انت عارف الواحد انا طول ما انا ماشيه في الطريق وسايقه اقول ايه؟ تقي مصارع السوء مصار صدقة انا حافظها وعلى طول بقول صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. يبقى الواحد ماشي على الطريق وعياله ماشيين على الطريق ومش عارفه ايه فخير يعمله يمكن ربنا يحفظ له عياله ويحفظ له ولاده. هو ارقام حضرتك طبعا على الشاشه. حضرتك ان شاء الله تكون موجود معانا في حلقات قادمه وان شاء الله نقدر يعني نوصل اكبر قدر من اللي حضرتك مصورهم دول لاكبر قدر من الناس. في ناس كتير على فكره بتكلمنا وتبقى مش عارفه تحط فلوسها وصدقاتها وزكاتها فين. الدوائر اللي حواليهم البواب او الشغاله او كده دول مستورين على فكره. يعني البواب فيه سقف وساكن في عماره كويسه وعنده ناس بتديله كل يوم انما هو ما يعرفش يوصل حضرتك بتقول لي بلد اسمها ايه بتاعت سينا دي؟ وادي الحاج. يعني حاجات احنا ممكن ما نبقاش تبع ولا اقريه. انا باني مسجد في اقريه اقرب إيه مسجد له 170 كيلو. ايه؟ معايا في مصر بلد الازهر. ايه قولي عندنا مسجد مغلق بقاله 12 سنه في الشرقيه في الزقازيق 12 سنه لسه ما لقاش حد محسن يحن عليه. معايا مسجد اكتشفناه في اسوان. لقينا مجموعه من النصارى قبلونا قالوا احنا بنينا الجامع شطبوه انتم ما عندناش قادرين بقالنا 12 سنه ما احناش عايزين نكمله ما تخلي المسلمين يكملوه. لا لا
ايه الحلاوه دي؟ مسيحيين بنوا الجامع مسجد. والله بس بيستنوا المسلمين يشطبوه بقالهم 12 سنه، شطبناه وخلصناه. اقرب مسجد له 6 كيلو، اقرب مسجد في المنطقه في اسوان. ماشي. طب على فكره، لانه في ناس بتقول لك ايه يا جماعه، المساجد كتير وبتبقى جنب بعض والشارع فيه اكتر من زاويه اكتر من مسجد. حضرتك بتتكلم عن مناطق نائيه ما فيهاش خالص، وبدام ما فيهاش يعني ما فيش صلاه جماعه، يعني ما فيش خطبه الجمعه، يعني ما فيش وعي اسلامي صح. يعني خطر. صحيح. بيئات يعني احنا دخلنا قريه في سيناء، القريه دي كان كل شغلها تعاملها مع الارهابيين، معايا اللحيه كده، بس عمرهم ما صلوا، مفيش مسجد. يا ساتر. فبياخدوا التعليمات من اللي جاي من البر التاني. لا هو طبعا فكره اننا يعني نقدم نغني الناس وفكره انه يبقى حد محروم ممكن يبقى فريسه سهله لاي حد يقول له خد فلوس يا ابني هاكلك بس اعمل اللي انا بقوله لك، فان احنا نوصل للناس دي ونعفهم ويعني نعيشهم عيشه كريمه، يعني ده فرض علينا كلنا. وبدانا نعمل مشاريع كمان عشان ننمي احتياجات الناس دي، يبقى شغل مع حياه كريمه يحس بقيمه البلد. شيخ عماد عوض، انا اتشرفت بانه حضرتك موجود معايا في الحلقه، وان شاء الله يكون لينا حلقات قادمه ونستعرض مع حضرتك يعني الناس الجميله اللي حضرتك بتوصلنا ليهم. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. شيخ عماد عوض، رئيس مجلس اداره جمعيه البر والتقوى. انا بشكركم مشاهدينا، بعد الفاصل فقره طبيه مسجله، واشوفكم على خير في الحلقه القادمه ان شاء الله. السلام عليكم. أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية. الحقيقة كل مناسبات حياتنا مرتبطة ارتباط وثيق جدا بموضوع الأكل، خروجاتنا أكل، فسحنا أكل، أعيادنا أكل، يعني حتى يعني احتفالاتنا، حد ناجح، حد يعني بيحتفل بالدكتوراه، لازم نعمل أكل، ده ما فيهاش فصال. وبالتالي في ناس يعني تاكل على قدها، وفي ناس بقى ايه ما بترحمش. النهارده احنا هنتكلم عن الناس اللي ما بترحمش، واللي يعني الاكل داخل في كل حاجه، هو الحقيقه متعه من متع الحياه، لكن ازاي نقنن عمليه الاكل وازاي ما تاثرش على وزننا. دكتور خالد عبد العزيز، ماجستير النباتات الطبيه كليه الصيدله ودبلومه التغذيه والتخسيس من الجامعه الامريكيه وعضو الجمعيه الكنديه لامراض السمنه. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيكي واهلا بكل الناس الحلوه اللي بيحبوا الاكل. طيب دي بدايه لذيذة، لأنه محدش بيكره الأكل يا دكتور. صحيح. نعمل إيه مع كل مناسبة، حتى لو حد بيبقى عامل رجيم يقول لك بس أنا عندي عزومة بكرة، بس أنا عندي خروجة بكرة، بس اليوم اللي الوحيد اللي بنتجمع فيه وبنطلب اللي إحنا عاوزينه والمنيو فظيعة وكده، يعمل إيه؟ يعني الاتنين مع بعض دونت ميكس. هو طبعا زي ما انت قلتي الاكل متعه من متع الحياه، ومفيش حد يقدر يقول للناس امنعوا الاكل او ما تاكلوش، بالعكس يهمنا قوي ان احنا ناكل، بس الفكره كلها انا هاكل ايه وكمياتها قد ايه. مشكله الناس اللي بتبقى وزنها زايد شويه او زايد كمان كتير، مهما بياكل من اكل عايز يوصل لمرحله الامتلاء، ان المعده كلها تكون مليانه، علشان في الحاله ديت يحس ان هو يقول لك انا كده اكلت او انا كده شبعت. وبيبقى مستغرب قوي لو واحد تخين وواحد رفيع الاثنين مع بعض وقاعدين بياكلوا، بتلاقي الشخص الرفيع بياكل جزء صغير من الساندوتش او جزء صغير من الطبق المحطوط فيه ويقول لك انا شبعت، لان احساسه بالشبع بيبقى عالي قوي، المعده فيها ريسبتورز بتدي اشارات للمخ فبتقول له انا شبعت. التخين لا، التخين بيقعد ياكل وياكل ويزود في الاكل، وممكن يضغط على نفسه ان هو ياكل كميات اكبر كمان من المعتاده عشان يوصل حته الامتلاء، ان هو يحس ان بطنه خلاص اتملت. في الحاله ديت بتبتدي لان الريسبتورز ويك عنده ضعيفه وتدي اشاره للمخ فبتتاخر، فبياخد وقت اطول في الاكل وكميه اكبر. غالبا بتعطل الريسبتورز. خلاص بالظبط. ده حقيقي. يعني كمان فكره، ودي كمان في ديننا مش حلوه، انك تقوم الاكل واصل لهنا اللي هو تقول خلاص مش قادر، يعني المفروض انه يبقى فيه ربع كده فاضي كده للتنفس. ربعين. واحد ميه وتلتين. هو تلت ميه وتلت اكل وتلت للتنفس عشان الواحد يتنفس. صحيح. فعشان كده ظهر على مستوى العالم كله التكنيك الجديد او الطريقه النيو فاشن في التخسيس، واللي بتتكلم عليها كل الاوساط العلميه على مستوى العالم، حته ازاي همله المعده للشخص التخين
انه يحس بالامتلاء، وفي نفس الوقت انا ما وديتلوش اي كالوريز، ما خدش اي طاقه. ظهر في الفتره ديت الفايبرز او الالياف الطبيعيه اللي ابتدى كل اوساط علميه النهارده بتتكلم عليها. تمام. اولا هي ما فيهاش كالوريز خالص، فانت بالتالي النهارده انا بديك حاجه مش هتزود لك وزنك. في نفس الوقت المعده ما بتهضمهاش، فبتفضل تاخد حجم ومحيط المعده. ان انا احسسك بالامتلاء، ودي الشخص التخين اللي بيدور عليه او بيبقى محتاجه، ان عايز معدته تتملي، فانا بملاها له بالفايبرز. وفي نفس الوقت طبيعيه ما فيهاش اي نوع من انواع الكيماويات. فهو بياخد حاجه الياف طبيعيه 100% مزروعه بطريقه الاورجانيك. بلس على كده انها بتبتدي تاخد نسبه من الدهون اللي موجوده في الجسم، فبقلل له الكوليسترول، وفي نفس الوقت كمان بقلل له لمستوى السكر اللي موجود في الدم. طيب احنا نازل على الشاشه دلوقتي صوره بحث من الابحاث. ده ممكن تشرح لنا ده فيه مش عارفه اقرا طبعا بالظبط. هي الصوره صغير. يمكن الكتابه فيها قليله شويه، كان محتاجين انها تكبر اكتر من كده. ده بيتكلم عن الفايبرز والتخسيس، ازاي قدر ان الفايبرز هي دايتري فايبر ان انجريدينت اجانست اوبيزيتي. يعني الماده اللي ضد التخن او ضد التخن. يعني ازاي نقدر النهارده الماده اللي هي ضد التخن اللي هي الفايبرز انها تمنع الشخص التخين ان هو يبتدي وزنه يزيد، لا انه يقل. فبديله فايبرز، بديله الياف طبيعيه. ودي كل الاوساط العالميه على مستوى العالم، كل الابحاث حتى بتتعمل دلوقتي على الفايبرز. لان لقوا مثلا في امريكا، لقوا نسبه الناس او السمنه هناك عاليه جدا طبعًا. وهي السبب الثاني الرئيسي لحالات الوفاه في امريكا. موضوع السمنه. فكله النهارده بيدور انا ازاي هخسس الشخص التخين بطريقه امنه وطبيعيه. طبعا احنا معانا حاجتين من الابحاث النهارده. اول حاجه اللي هي الجريده القوميه العالميه للتغذيه والتمثيل الغذائي على مستوى العالم. هي ما بتنشرش الا الابحاث الخاصه بالتغذيه والتمثيل الغذائي على مستوى العالم. تمام. فبتاكد ان الفايبرز هي الوسيله الامنه والطبيعيه 100% لانقاص الوزن. كمان جريده عربيه اللي هي زي الامارات النيوتريشن. ودي جريده قوميه برضو عربيه بتتكلم عن التغذيه، ان من احد اسباب انقاص الوزن بشكل مباشر هو الزياده في اكل الفايبرز او الالياف الطبيعيه اللي احنا بناخدها. دي بتعمل انقاص للوزن بشكل طبيعي. جميل. طيب في ناس ممكن يعني تسال، طب الفايبرز دي يعني ايه اللي داخل فيها؟ يعني هي عباره عن ايه؟ ايه الكومبوننتس او المكونات بتاعتها؟ سؤالك حلو قوي. طبعا في حاجات كتيره قوي موجود فيها فايبرز، ولازم كلنا نعرف ان الفايبرز نوعين. في نوع بيدوب في الميه وفي نوع ما بيدوبش في الميه. وكل حاجه منها ليها وظيفه. موجوده في ايه؟ موجوده في العدس، موجود في الشوفان، موجود في الافوكادو، موجود في الخس، موجود بالظبط، موجود في البروكلي. في حاجات كتيره قوي، بس احنا النهارده عشان نستخلص الالياف الطبيعيه ديت ونحط كميه من اللي بيدوب في الميه اللي هي الفايبرز الالياف الطبيعيه، وكميه كمان ما بتدوبش في الميه، يبقوا الاثنين في كيس واحد. فاحنا محتاجين يعني ناكل اكلات كتيره قوي وكميات كبيره قوي، ومش هنوصل للكميه اللي هتبقى موجوده في الكيس بتاع الالياف الطبيعيه. طب كل حاجه ليها وظيفه؟ كل حاجه ليها وظيفه. اللي بيدوب في الميه وظيفته ايه؟ وظيفته انه يخش المعده يملاها بشكل جل وتبقى ممتلئه بشكل كامل 100%. طب واللي ما بيدوبش في الميه؟ اللي ما بيدوبش في الميه بينتقل من المعده، بيروح على الامعاء، وبياخد معاه انتي اوكسنت، كل السموم اللي موجوده في جسمك، بياخد معاه الدهون، بياخد معاه كمان نسبه الجلوكوز اللي موجوده في الدم الزياده، ويبتدي ان هو ينزلها في صوره الاخراج العاديه للجسم. جميل. طيب احنا معانا فيديو بيبين هي بتنزل ازاي في المعده والفانكشن بتاعتها جوه المعده بتبقى عامله ازاي. ده حقيقي. يعني سؤالك برضو دعاء، هو هنا الفايبرز موجود في ايه بالظبط؟ فموجود في السيريالز، هي زي شبه السريلاك. ده حقيقي. ده حقيقي، فيها شبه دي برضو. ده النوع الاولاني من الفايبرز اللي هو السوربل، والنوع الثاني اللي هو ما بيدوبش في الميه الانسولبل. كل حاجه فيها ليها وظيفه. اول حاجه اللي بيدوب في الميه هيعمل لي الجل، او دخل على المعده للسمك، وكميه الجل مع كميه الميه هيبتدي يديني الفول، هيبتدي يملالي المعده.
علشان دي مشكله. الشخص التخين يقول لك انا لازم احس بالامتلاء، لازم احس ان انا شبعان، فانا خلاص انا مليت لك المعده بشكل طبيعي 100% عن طريق الفايبرز. ده اللي بيدوب هو اللي بيملى المعده؟ اللي بيدوب في الميه هو ده اللي بيملى المعده. تمام، ده ملان. الكيس الالياف الطبيعيه موجود فيه الاثنين، موجود فيه اللي بيدوب في الميه واللي ما بيدوبش في الميه. اللي ما بيدوبش في الميه ده بيتاخد عن طريق ايه يعني؟ ما هو نفس الكيس موجود يتحط برضو في الميه. هو نفس الكيس، نفس الكيس، احنا حاطين كميه من اللي بيدوب في الميه وكميه ما بيدوبش. مع بعض الاثنين ميكس مع بعض. أوكي. الاثنين موجودين. اوكي، فخدنا احنا بقى خلاص احنا مالينا المعده اهوت، ودي كانت وظيفه اساسيه لانقاص الوزن. من الشكوى الاساسيه للي عايز يعمل رجيم يقول لك انا مش قادر استحمل ما اكلش، انا حاسس ان معدتي فاضيه، انا حاسس ان انا جعان، عايز يشبع، شبعان بالظبط. بالظبط. فهو شبع عن طريق الفايبرز. الحاجه الثانيه الانسولبل برضو اللي موجود في الكيس اللي هو ما بيدوبش في الميه، موجود نزل في معدتنا، بيبتدي يتحرك بسرعه يخش على الامعاء، في الامعاء بيبتدي ان هو يسحب بقى الكوليسترول والدهون ويبتدي ياخدها من خارج الجسم خالص، يخرجها بره الجسم. طيب، تكنيك جديد على فكره على مستوى العالم، عامل صيحه كبيره. طيب كويس قوي. في ناس ممكن تقول لك طعمه يعني طعمه مش الطعم المحبب ليا، او طعمه ممكن يضايقني، او ان انا بحس باخد حاجه زي لبخه او حاجه كده، هل ده ممكن تتعامل معاه ازاي او تقول له ايه؟ طيب، موضوع الطعم احنا حتى في الاكل كل واحد له مزاج وكل طبعًا. واحد له النفس بتاعته طبعا. واحد بيحب حتى اكلاته تبقى فيها سمن كتير، سمن قليل، ما اعرفش، ملح كتير، ملح قليل، توابل، فدي بتبقى امزجه. في الاول والاخر انت بتاخد فايبرز، فالفايبرز دي فواكه وخضروات. ايوه، فلازم تكون عارف ومتاكد هي مسكره بنسبه قليله، مش السكر اللي هو احنا بنحط 10 مثلا معالق سكر في الشاي لا، هي فيها السكر بتاع الفاكهه والخضروات. تمام، فهو طعم مقبول. طيب، برضو في individual variation، شخص من شخص يقول لك انا الطعم بالنسبه لي كويس، لا انا الطعم بالنسبه لي مش كويس. نقدر ان احنا نضيف عليه بعض النكهات برضو الطبيعيه والحلوه. يعني على سبيل المثال انا ممكن احط ميه ورد، انا ممكن احط حبهان، ممكن احط ريحان الباودر، ممكن احط قرنفل، ممكن احط قرفه، كمان ممكن ان انا اعمل حاجه تانية خالص، ان انا اضيفه على عصير. ممكن اجيب فريش جوس وابتدي ان انا اعمله في عصير. انا بحب عصير التفاح او الجوافه، العصاير اللي هي بتبقى من غير سكر دي. بالظبط، اللي هي البيور الفريش اللي هي ما فيهاش سكر خالص. تمام، وابتدي ان انا احضرها. بحط كيس الفايبر عليها بدل ما تحط في الميه، فيدي لي نكهه البرتقان او نكهه الكده. بالظبط، او ده. ممكن احطه كمان على لبن لو الناس اللي هي مثلا بتحب اللبن. طب كويس قوي. اقدر احطه على لبن خالي الدسم مثلا. بالظبط. ففي النهايه انت قلت لي حاجه، قلت لي حاجه في الفاصل ما قلتهاليش دلوقتي ودي هتعجب ناس كتير. قلت لي نحط باودر شوكليت، شوكليت باودر. نجيب دي حاجه برضو حلوه اهو، بياكل شوكليت. ممكن نجيب الشوكولاته الخام اللي هي الدارك، دارك شوكليت باودر، ونبتدي كمان نحطها. هتدي نكهه حلوه قوي وطعم جميل. طب كويس. يعني اهو، يعني نص لعبه ولا لعبه كله، هي الفكره انه يعني حد فعلا اشتراه وبعت قال لي انا يعني بس الطعم مش عاجبني، فهو ده يعني الحل، انه حضرتك قلت لي بتختلف، في ناس بيعجبها وفي ناس ما بيعجبهاش. انا معايا رضوى على التليفون، جربت الفايبرز. يا رضوى. ايوه، مع حضرتك. اهلا بيكي يا رضوى، ازيك؟ انا بمتحدث حضرتك جدا، يعني الله يخليك. اكتر اهتمامي ان انا اشتريت المنتج ده ان انا واثقه من حضرتك اكتر. الله يخليكي، الله يخليكي. قولي لي يا رضوى، عملتي ايه؟ عملتي ايه في انت وزنك كان ايه الاول؟ 86. طيب، جربتي اشتريتيه ودقتيه وجربتيه، يعني بقالك قد ايه بتستخدميه؟ بقالي 3 ايام بس. هو كويس يعني، انا حاسه كتير ان انا مش ليا رغبه ان انا اكل. انا كنت الاول ببقى عايزه بقى، يعني عايزه اكل كده جعانه، لا مش ليا رغبه خالص. فعلا. بتاخديه الصبح وبالليل ولا بتاخديه امتى؟ الصبح والوقت الغدا، مش باخد بالليل لان اصلا مش بتعشى. طب حلو قوي، يعني حسيتي انه شبعك. فانت بقالك 3 ايام، هي واحده طازه اهي لسه جايباها. يعني بقالك 3 ايام ما ضايقكيش؟ لا لا. تمام. تمام. عامله في حسابك عايزه تخسي قد ايه يا رضوى؟ يعني 20 قوي، يبقى تمام قوي. طب اسالي الدكتور عندك اهو، اسالي تقدري تخسي ال 20 كيلو دول في قد ايه، وانت قولي يا دكتور تعمل ايه معاه. طيب رضوى، بدايه انت 3 ايام لسه الدنيا مش واضحه معاكي في موضوع هتنزلي كام كيلو، بس لازم تبقي عارفه ان انت المتوسط النزول العالمي مع الفايبرز، فانت هتنزلي متوسط 6 كيلو.
6 كيلو دول في الشهر ممكن ان هم يزيدوا وممكن ان هم يقلوا. تمام. ده خلال الاسبوع ولا خلال الشهر يعني؟ في الشهر. في الشهر. تمام. كمان انا عايزك مهم جدا ان انت توزني نفسك، بس هتوزني نفسك على الاقل كل 15 يوم، ما ينفعش توزني نفسك كل يوم. يعني كل 15 يوم هتوزني. موضوع الميزان ما ينفعش ان انا اطق في دماغي واخش اوزن. هيبقى ميزان غلط. لا، انا ابقى صاحي من النوم بعد ما اكون خدت كفايتي من النوم وابتدي ان انا اوزن نفسي. ده اكتر ميزان صح، وده اللي فعلا هيبين لك انت وزنك قد ايه. طيب تاكل ايه مع الفايبرز يا دكتور؟ تاكلي ايه مع الفايبرز؟ مهم قوي ان انت تزودي من السوائل، تشربي ميه كتير، دي حاجه اساسيه. الحاجه الثانيه ان احنا نبعد عن اللحمه الحمراء، يا ريت ما ناكلهاش. نبتدي نركز على الاسماك والفراخ المشويه، دي برضو هتفيدك كتير. الحاجه الثانيه كل او اي حاجه فيها دي ابيض امنعيها خالص، لانها هتفتح للشهيه، دي فتح للشهيه، فانا امتنع تماما عن اي حاجه فيها دي ابيض. وغير كده تتعامل عادي في حدود اللي حضرتك قلته ده مع الفايبرز. بالظبط. طب انا مستنياكي بقى تكلميني يا رضوى بعد شهر كده، وان شاء الله يعني تعملي نجاح وتخسي وتبقي راضيه عن جسمك وعن شكلك وعن صحتك ان شاء الله. بشكرك يا رضوى، شكرا جزيلا. معايا ريهام. الو. الو، اهلا بحضرتك. معايا يا ريهام؟ طيب حاولي تكلمينا مره تانية. الألياف الطبيعية إيه اللي بيميزها عن باقي المنتجات أو الحاجات اللي ممكن تملى البطن؟ يعني أحياناً يقولك كل ردة الصبح، حط معلقة ردة، أو أحياناً بيقولوا بعض الحاجات كده اللي كله مثلاً في اللي هو زي الكورن فليكس البني ده بينفش في البطن أو كده. إيه اللي بيميز الألياف عن النصايح التانية دي؟ طيب النقطة دي تحديداً مهمة جداً جداً جداً. الردة أو مثيلتها أو الحاجات اللي أنا هخشها عشان أتحس بالامتلاء، في الأول والآخر الجسم هيهضمها، بمعنى إن هي بقى لو تخش الجسم، الجسم هيبتدي يتحرك والمعدة تتحرك إنها تكسرها وتخش في عملية الهضم، وبالتالي مش هتقعد في جسمك فترة طويلة. أيوه. بالعكس، أنت من نص ساعة لساعة بالكتير هتحس إن أنت جعان وهترجع تاكل تاني. طب الفايبرز؟ لا، الفايبرز دي ألياف طبيعية 100%. من مميزاتها انها لما بتخش في المعده ما بتخشش في عمليه الهضم، بتفضل موجوده في المعده. بتاخد الديوريشن بتاعها او فتره وجودها في المعده اللي هي من 6 ل 8 ساعات، تفضل موجوده في المعده، وبعد كده بتبتدي انها تخرج بره الجسم بصوره امنه تماما في عمليه الاخراج العاديه. وبالتالي النهارده احنا مجرد بنعمل ماسك للريسبتورز الموجوده في المعده، او بنبتدي ان احنا زي ما بنقول كده احنا بنضحك شويه كده على جسمنا ان احنا خلاص امتلينا، وبالتالي احنا مش محتاجين ان احنا ناكل. تمام. طب ريهام رجعت تاني. يا ريهام. ايوه. اهلا بيكي. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا استاذه دعاء؟ ايوه معاكي يا ريهام، ازيك؟ الحمد لله. انا حابه اتكلم والله عن موضوع الالياف. انا جبتها والحمد لله خسيت 10 كيلو في شهر. ما شاء الله. الدكتور بيقول ممكن 6 ممكن تزيد، انت يعني ضربتي الرقم اهو. 10 كيلو في شهر. الحمد لله. عملتي ايه بقى؟ قولي لي، احكي لي كده عملتي ايه عشان الناس اللي بتتفرج تسمع. ما فيش والله، انا كنت باخد الالياف قبل الاكل بنص ساعه. كانت بتحسسني ان انا شبعانه على جامد، يعني باكلش الا شويه صغيرين خالص. والعشاء برضه باخده قبل العشاء بنص ساعه، ولما باخدش اخد الزبديه تلاقي ايه بطني مليانه على طول كمان. طيب وقولي لي، غيرتي طريقه اكلك ولا كنت بتاكلي نفس الاكل اللي بتاكليه طول عمرك؟ لا لا، عملت بقى نظام لنفسي شويه. الواحد حاسس انه بقى خلاص لازم يعمل لنفسه نظام، يعني يمشي عليه شويه كده، لان خلاص غششينا كده. بما انك خسيتي 10 كيلو، غششينا ايه النظام مع الالياف اللي خسسك 10 كيلو؟ ايوه في نظام. ايوه النظام يعني بتقللي في الاكلات شويه. وايه يعني؟ شلتي السمنه مثلا؟ شلتي الدهون؟ ايوه قللت الدهون شويه، بقينا بنعمل بزيت بس قليل وكده عشان نخف برضه. طب حلو قوي. انت كان وزنك كام يا ريهام؟ كان وزني كتير قوي. اديني كده قول، محدش هيعرف. 100 وكام؟ 160. طب حلو، بس خسيتي بقيتي 150. ايوه. احنا معاكي بقى، يعني احنا بقى كل شويه كده نكلمك. ان شاء الله باذن الله هكمل باذن الله. خلاص يعني معاكي، وما تكسريش، ولما تحسي ان انت يعني ضعفتي كلمينا نقويكي، وان شاء الله تخسي ويبقى وزنك. عايزه تبقي وزنك كام؟
لسه اوصل بس ال 90 ولا حاجه. هتوصلي ان شاء الله واقل من كده كمان. شكرا ليك يا ريهام. دكتور عايز تسالها اي سؤال؟ لا لا متشكر لك. جميل شكرا ليك يا ريهام. تعليق حضرتك على المكالمة. طبعا مهم قوي ان الواحد وهو بيخس يبقى عارف ان انا النهارده لازم انظم في اكلي. لازم اعمل نظام، والنظام حلو في كل حاجه. ما ينفعش اسيب حياتي ملخبطه. طالما خلاص نويت ان انا اهتم بصحتي، اهتم بنفسي، خلاص كفايه البهدله بتاعه الفتره اللي فاتت، واقعد اكل اكلات كتيره بالليل، واقعد اكل كميات كبيره ومقلي خلاص ودهون وكريم شنطي حاجات كتيره كده، كفايه نبهدل في جسمنا يعني. أيوه. لازم النهارده نحط له نظام، هناكل بنظام، معانا ميزه كويسه. كانت مشكلتك ان انت ما بتحسش ان انت ممتلئ او ما بتحسش ان انت شبعان، لا هتاخد الفايبرز هتحس ان انت ممتلئ، هتحس ان انت شبعت، فبالتالي دي مساعده ليك ان انت فعلا تبتدي تنظم في اكلك علشان وزنك ينزل وعشان تحافظ على صحتك وتبتدي تشوف حياتك بشكل افضل. وحلو قوي انه يبقى في حاجه مساعده جنب الرجيم، يعني دايما طبعًا. الواحد لما بيعتمد على الرجيم ويزهق، لو في بوش وفي حاجه بتساعده او بتخليه يشبع او كده، ده طبعا بيخلي الموضوع يطول معاه. ودي على فكره مشكله ناس كثيره قوي بتواجهها، يقول لك انا بدات نظام غذائي يا دكتور ما قدرتش اكمل. فانا قعدت اسبوع و10 ايام ما كملتش. وفي ناس بتمشي مع نظام غذائي مع نفسها، تبتدي انها تحط نظام غذائي مع نفسها وبتتفاجئ بعد كده ان جسمها النص الفوقاني خس والنص الفوقاني مليان زي ما هو، ابتدى في دفوهات كتيره في الجسم حتى في الوش. لا ده التغذيه علم وابحاث، موضوع مش سهل. فلا انت محتاجه يتحط لك نظام غذائي بشكل متوازن علشان تقدري ان انت تخسي. محتاجه كمان لما تخسي ان جسمك في النهايه يكون الشيب بتاعه حلو. ما هو انا ما ينفعش ان انت تخسي وفي النهايه الشيب بتاعك برضو وحش، ده احنا عايزين نخس علشان يبقى اجسامنا حلو. على العموم احنا خدنا يعني طاقه ايجابيه في حلقه النهارده من ريهام، وعندنا رضوى هي بدات يعني لسه بقى لها 3 ايام. اعتقد ان مكالمه ريهام هتحمسها، واتمنى انه ناس كتير يعني من اللي بيتفرجوا علينا يتحمسوا لفكره ان احنا لازم نبدا ولازم نبتدي نغير ستايل حياتنا. دكتور خالد عبد العزيز ماجستير النباتات الطبيه بكليه صيدله، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، منورني دايما. بشكركم مشاهدينا واشوفكم على خير في الحلقه الجايه ان شاء الله. هذا البرنامج برعاية